موضوع معنا على الهاتف العقيد عادل عبد الكهفي، الخبير العسكري والاستراتيجي. في البداية أهلا بك سيادة العقيد، إلى ما تشير هذه الهجمات المباغتة للتنظيم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وكذلك لقناتكم ومشاهدينكم. طبعا هذه التحركات التي يقوم بها التنظيم بين الحين والآخر تشير بمنتهى الوضوح أن هذا التنظيم يجهز لتوجيه بعض الضربات من خلال عمليات التي دائما ما نطلق عليها عمليات الذئاب المنفردة. أيضا هذه التحركات تشير أن أيضا التنظيم يريد أن يظهر تواجده داخل الأراضي الليبية وأنه لازال متواجد وهي عنصر يتحرك بأريحية ولديه تمركزات وإنه لم ينتهي من المشهد الأمني، لازال عنصر فاعل يريد أن يربك الوضع والمشهد الأمني. أيضا لدينا الإشكالية الأساسية وهي الدعم، وهو عفوا الدعم الذي يأتي لهذا التنظيم أي سواء كان على الصعيد المادي أو غيره، ولذلك دائما ما نشير أن حروب مكافحة الإرهاب هي حروب طويلة الأمد، ربما انتهت في مرحلة ما المواجهة العسكرية، ولكن هنالك المرحلة الأخرى وهي المواجهة الأمنية، وذلك من خلال التتبع وجمع المعلومات ورصد تحركات هذا التنظيم. وحقيقة نشير بمنتهى الوضوح، نعم هنالك عملية رصد لتحركات هذا التنظيم ومحاولة تحديد مواقعه، ولكن أيضا هذا التنظيم يستخدم أساليب الخداع بأن يختفي في مواقع ويظهر لك ويظهر في مواقع أخرى حتى يرسل رسالة إنه لديه مساحة من الحركة. نعم تفضل. نعم، بما أنها دكتور أو سيادة العقيد، بما أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها التنظيم بمثل هذه العملية، برأيك لماذا لم نرى دعم واضح لعملية البنيان المرصوص من قبل الحكومة المقترحة لتمكينها من ملاحقته والقضاء عليه؟ نعم، هذه الإشكالية حقيقة التي تواجهها قوات البنيان المرصوص أنه ليس هنالك دعم، وتصور قادة البنيان المرصوص صرحوا بهذا الأمر عدة مرات، ولذلك المفترض بالقيادة السياسية أن ترتقي إلى مستوى الحدث، وهذه المواجهة التي تجند لها الدول المستقرة جميع أجهزتها الأمنية ومواردها الاقتصادية ويصل بها الأمر أن تتعاون مع الدول التي لديها قدرات وإمكانيات وخبرات سابقة في مجال مكافحة الإرهاب حتى تستطيع أن تتحصل على الدعم الذي يعزز من قدراتها القتالية وأيضا قدراتها الأمنية حتى يستطيع القضاء على هذه الآفة وهي آفة الإرهاب وهذه المجموعات في ليبيا. نحن نعلم والقيادة السياسية أو الحكومة المؤقتة عفوا حكومة الوفاق تعلم جيدا أن هنالك إشكالية في الحدود، هنالك حدود مستباحة رغم محاولة إيطاليا بالتواصل مع بعض الدول الأفريقية لمحاولة الحد من الهجرة غير شرعية من خلال إعطائها بعض الدعم سواء كان صعيد مادي أو تكنولوجي معين، ولكن هذا لم يأتي بأي تأثير في ظل وجود جسم سياسي لا يدعم القوى المحلية والتي نعم نعتمد سيادة عليها. هنالك استراتيجية هجومية دائما ما نشير إليها وهي الدعم والتواصل مع القبائل التي تتمركز في الحدود الجنوبية، لأن حقيقة هذه القبائل أنا أعتبرها خط الدفاع الأول، لديها أفراد منهم في الأجهزة الأمنية أو الأجهزة العسكرية، نستطيع أن نتواصل معهم، نفتح خطوط تعاون معهم، نمدهم بالدعم كي يساهموا في حماية الحدود. أيضا اتفاقية الدفاع المشترك التي أتصور أنها قد فعلت مع السودان أيضا هذه تحتاج إلى قوة مشاركة من الطرف الليبي، وهذه القوة لابد أن يكون هنالك ثقة كبيرة فيها أنها تستطيع أن تعمل على محاولة حفظ أمن المنطقة الجنوبية أو حدودنا مع السودان، لأن تلك المنطقة أيضا هي بؤرة حقيقة لمرور بعض العصابات
والهجرة غير شرعية التي تعتبر الهجرة الشرعية تعتبر المصدر الأساسي لتجنيد المزيد من العناصر لتنظيم الدولة. سيادة العقيد، هل يمكن أن يستغل هذا العمل الإرهابي من قبل جهات خارجية مثلا من مصر للتدخل في الشأن الليبي أو التدخل العسكري في ليبيا؟ بالنسبة الإرهاب يضرب العالم كله، ليس فقط الدول العربية، والإرهاب هو عابر للحدود تعاني منه جميع الدول. وهذه المجموعات الإرهابية تقوم بضرباتها في جميع الدول. لذلك لابد أن يكون هنالك استراتيجية دفاعية ضد هذا التنظيم، يكون هنالك تجفيف لمنابع الإرهاب، التعاون حقيقة مهم جدا مع دول الطوق لمحاولة الحد من تدفق الإرهابيين، خاصة نحن نعاني من إشكالية هامة، وهي إن النسبة الأكبر من عناصر تنظيم الدولة هي من دولة تونس. وهذا بالأدلة التي جمعت من خلال المواجهات السابقة مع هذه العناصر. ولكن نحتاج إلى تعاون مع دول الطوق حتى نستطيع أن نحد من تدفق هذه المجموعات الإرهابية والتي تنفذ عملياتها على الأراضي الليبية. بالنسبة لتنظيم الدولة أو التنظيمات الإرهابية عموما، هي أجندة، لها أجندة، وهي سبق أن تم الاستعانة بها في عدة مواقع، سواء كان في أفغانستان، أيضا في عدة دول أخرى، حتى تحقق أجندة هذه الدول أو الأجهزة الاستخباراتية لتكون ذريعة للتدخل في الدول المراد التدخل منها من قبل بعض القوى الدولية. لذلك نحن الآن نريد أن نستعين بالعنوان العريض الذي ترسله بعض الدول الغربية، وهي أن هنالك استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب. لابد أن نكون شركاء في هذه الاستراتيجية من خلال أدواتنا المحلية، فلذلك نؤكد على دعم القوى المحلية بالأجهزة المتاحة والتي لا تدخل تحت الحظر، منها أجهزة تتبع رصد طائرات رصد وليس ودفاعية وليس الطائرات الهجومية، وهذا الأمر متاح حقيقة. أيضا أجهزة المسح الحراري، تحديد المواقع. لا نريد أن نظل تحت المساعدات الدولية من خلال التدخل، سواء كان بالطائرات بدون طيار أو الطائرات حتى المقاتلة، ونظل نحن لا نمتلك، ونظل نحن تحت وطأة أو رحمة هذه الدول. لذلك لابد أن نطور من قدراتنا العسكرية والأمنية من خلال دعم القوى المحلية بالأجهزة التي أشرت إليها منذ قليل، وهذه لا تدخل في الحظر. نعم سيادة العقيد عادل عبد الكافي، المحلل العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.